يا صباح الفل على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الزمالك، متابعي برنامج نهارك أبيض في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويوم جديد لأول أيام الأسبوع، السبت 13 مايو 2023. هنلتقي معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم نهارك أبيض. طبعا النهاردة في مباراة مهمة جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مباراة أمام نادي الإسماعيلي في ملعب الإسماعيلية. أول ما تسمع كده ملعب الإسماعيلية تعرف إن الملعب ده ما بيروحوش غير الشجعان، ملعب الإسماعيلية العريق اللي كل فرق الدوري بتروح وبتلعب هناك بشكل طبيعي جدا وبشكل عادي جدا، باستثناء فريق وحيد لأسباب لا يعلمها إلا الله. ما علينا، دي قصة مش قصتنا، وكده كده لا عاد في عدل ولا عاد في لوائح ولا عاد في نظام بيتطبق، وده خلاص بقى حال الكرة المصرية بقالنا فترة كبيرة جدا بنعاني منه. نادي الزمالك بيمر بظروف إداريا صعبة وصعبة جدا كمان، لا الإدارة عارفة تشتغل بدون رئيسها، وخلاص أعلنت موقفها وبوضوح لن نستكمل بدون المستشار مرتضى، وبالتالي المستقبل القريب أصبح غير مفهوم وغير واضح بالنسبة لنادي الزمالك فيما يتعلق بكافة الملفات الإدارية داخل النادي. نادي الزمالك النادي العريق، النادي الكبير الممتد تاريخه منذ 1911 بألعاب كتير جدا بفرق كتير جدا، وياما مد منتخبات مصر في كافة الرياضات وفي كافة الأعمار السنية بلاعبين كتير جدا. هل من المنطقي، هل من العادل يكون ده وضع نادي الزمالك؟ ده سؤال مهم جدا، ولكن نفسنا نلاقي ليه إجابة من المجتمع الرياضي المصري. نفسنا في الفترة اللي جاية نلاقي إجابة لهذا السؤال، لأن نادي الزمالك ما يستحقش كده. أنت طبعا مطالب في وسط الظروف دي إنك تسيب أي مشكلة وتغض الطرف عن الوضع العام وتتكلم في كورة بقى وتتكلم في منافسة وصراع ونادي الزمالك فاضل له قد إيه وهيوصل لإيه في الموسم ده، واخد بطولتين دوري متتاليتين والموسم ده صعب، طب هيلحق المراكز المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا ولا لأ؟ شوف المنافسة بقى في كاس مصر في البطولة العربية في نهاية الموسم ده، كلام كتير جدا ده انت المفروض بديهيا هنتكلم فيه. ده لو في ظروف طبيعية، ده لو انت في ظروف طبيعية، لكن الوضع العام لا، احنا ما نتكلمش في الحاجات دي. ليه؟ لان مفيش عدالة. لو في عدالة هتتكلم وهتدعم وهتتكلم عن الكورة وهتتكلم بمنطقية شديدة جدا، لو اللي احنا شايفينه منطقي، لكن اللي احنا شايفينه غير منطقي بالمرة في كافة الملفات. انت دلوقتي كمان موسم نادي الزمالك بينتهي خلاص، وعندك ميركاتو صيفي، المفروض بقى عايز انتدابات كتير جدا للفرقة. الفرقة محتاجة تدعيم بشكل كبير جدا، مراكز كتير جدا محتاجة تدعم، لعيبة موجودين في نادي الزمالك محتاجين ان احنا نستغل وجودهم، ده للعيبة الشباب، لعيبة جت نجوم ولكن في نادي الزمالك تيشيرت نادي الزمالك تحس تيشيرت تقيل قوي، محتاج شخصية قوية، محتاج شخصية كبيرة، محتاج انتدابات بقى في اكتر من مركز في الملعب، ودي حاجة مهمة جدا. ده على مستوى فريق الكورة. انت فريق كرة اليد كمان محتاج تدعيمات عشان ترجع مرة تانية كوماندوز اليد. انت في موسم بالنسبة لكرة اليد موسم للنسيان. فرقة كرة اليد بنادي الزمالك موسم كان صعب جدا على الفريق، نتمنى ان شاء الله الموسم اللي جاي يرجعوا لسابق عهدهم، يرجعوا لسابق مستواهم اللي متعود عليه جمهور نادي الزمالك، عشان ده مكانهم الطبيعي البطولات. فان شاء الله الموسم اللي جاي يبقى احسن على كافة المستويات. كمان فرقة السلة عندها
نفس المشكله، محتاجه لعيبه، محتاجه لعيبه كتيره جدا، معاهم مدير فني كابتن احمد مرعي بيعمل اكتر ما في وسعه، ولكن بتبقى فروقات قليله كده في الخبرات في مباريات صعبه جدا، في مباريات حاسمه جدا بتفرط بسبب حته الخبره، ما عندكش الفرايتي اللي يخليك عندك لاعب واتنين وتلاته تعتمد عليهم، الوضع محدود، محتاج في الفترة اللي جاية برضو تدعيم. فرقة الطايرة، أبطال الثنائية، أبطال الدوري وأبطال الكاس، الناس دي ربنا وحده أعلم هم إزاي موجودين دلوقتي في تونس عشان يلعبوا بطولة إفريقيا، فدي حاجة مهمة جدا، محدش يعرف الناس دي سافرت إزاي تونس عشان فرقة بطل مصر في الكرة الطايرة يمثل مصر في بطولة مهمة جدا. ازاي بقى توفرت موارد للناس دي، توفرت موارد ازاي للفرقة دي عشان خاطر تسافر، دي امور كتيرة جدا حابين ان احنا نقولها والناس تبقى واخدة بالها. ما هي المشاكل الكتيرة دي انت مش شايفها، في حاجات كتيرة الناس بيبصوا على الصورة من بره، ده اسم نادي الزمالك، طيب والمشاكل اللي بتتصدر لنادي الزمالك، ما مشاكل كتيرة جدا، دي حاجات كتير جدا جدا جوه نادي الزمالك. ازاي الفرق بتوفر الموارد المادية ليها، قصة كبيرة جدا، مشاكل كتيرة جدا في نادي الزمالك وفي شؤون نادي الزمالك. دي كانت حاجة برضو مهمة جدا، لأن كل فرق نادي الزمالك بتبقى مطالبة دايما ان هي تحقق بطولة. فرقة الطايرة واخدة الدوري والكاس السنة دي، لا سنتين ورا بعض، فالفرقة دي بتموت نفسها، فالفرقة دي انت محتاج تديلها حقوقها لان بتعمل اللي عليها وزيادة، فده شيء مهم جدا. مشاكل نادي الزمالك بقى المادية والحجز على الأرصدة والقصة الكبيرة والقصص الكتيرة دي محتاجة ان احنا نوصل فيها الحل. يعني هل من زملكاوي يتمنى ان ده يحصل نادي الزمالك؟ اعتقد لا. فان شاء الله نتمنى كل المشاكل دي يتم تداركها في الفترة اللي جاي. نروح لفرقة الكورة وفيما يتعلق بفريق كرة القدم، يمكن آخر مباريات الفريق أمام بروكسي الأداء كان باهت جدا، أداء ما كانش حلو خالص من لاعبي فريق نادي الزمالك أمام فريق بروكسي في كاس مصر، اللي بالمناسبة عايز أقول لهم إن هم فرقة محترمة جدا وبنوجه لهم كل التحية، هما ومعاهم كابتن احمد سمير لكل التحيه، وده المعتاد على فكره من لاعبي نادي الزمالك او ابناء نادي الزمالك، لما بيدربوا فرقه بتلعب قصاد نادي الزمالك بيموتوا نفسهم. هل بقى فرقه بروكسي بتلعب كوره ما بتلعبش كوره، بتلعب في دوري الدرجه الكام؟ لا، فرقه محترمه ليها كل الاحترام. انت كل الموضوع دلوقتي اصبح مسميات، الفرق كلها واللعيبه كلها قريبه من بعض. وخلي بالك كاس مصر، وقلنا ده في بداية الأسبوع اللي فات، قلنا كاس مصر ما بيعترفش بإن الفريق ده عنده تاريخ والفريق ده ما عندوش تاريخ، لأ بيعتمد بس على مجهودك جوه الملعب وما تستهترش بحد. الفرقة اللي داخلة عليك دي بتبقى ده الأمل الوحيد قدامها في الموسم كله، الماتش اللي متذاع وهيتلعب قدام مين؟ قدام نادي الزمالك العريق. فانا داخل هموت نفسي، انا عايز الناس كلها تشوفني. وشفنا لعيبه محترمه جدا في فرقه بروكسي. هو ده كاس مصر، كاس مصر هو البطوله المفاجآت، ده اللي دايما متعودين منه على البطوله دي. فنادي الزمالك عدى كده في المباراه 90 دقيقه، الوقت امتد ل 120 دقيقه، بتقدر تكسب بقى بخبرات لعيبتك، قدرت تكسب المباراه. ولكن ده مش وضع نادي الزمالك ابدا، ده مش وضع نادي الزمالك ابدا. وضع نادي الزمالك انك لا داخل مباراه زي دي تحترم الخصم كويس جدا جدا جدا،
عشان تكسب، عشان ما تتعرضش لموقف زي ده. في الكوره يقول لك فريق بروكسي احرج نادي الزمالك، احرجه يعني ما كسبش، لا احرجه يعني ادى اداء قوي جدا غير متوقع، احرج نادي الزمالك فيه اكتر من مناسبه، لانه تقدم على نادي الزمالك ونادي الزمالك تعادل، تقدم تاني ونادي الزمالك تعادل، بعد كده نادي الزمالك قدر ان هو يعبر المباراه بعد 120 دقيقه، فده امر مهم جدا ونقطة كنا عايزين نتكلم فيها واستغلنا وجودنا مع حضراتكم في بداية الأسبوع. نادي الزمالك كان غايب عنده لعيبة، بس لا ده نادي الزمالك يبقى كل العناصر اللي فيه تأدي. نادي الزمالك كان غايب عنه زيزو وهيرجع في مباراة النهاردة، يعني لو دخلنا بقى في مباراة الإسماعيلي وماتش صعب جدا، ظروف نادي الإسماعيلي صعبة جدا، أنت داخل النهاردة بتستعيد زيزو بشكل كبير جدا هيفرق جدا مع نادي الزمالك كالعاده. مصطفى شلبي هيكون موجود برضو بيقدم مستويات مميزه جدا في الفتره الاخيره، بس لسه ما وصلش برضو للمستوى اللي كان عليه في امبي، خلينا منطقيين، لسه ما رجعش لمستواه المعهود اللي احنا جايبينه من امبي عشانه. محتاج يتحرر من حاجة، ايه هي اللي محتاج يتحرر منها مصطفى شلبي؟ احنا مش عارفينها، بس واحدة واحدة احنا معاه وفي ظهره. سيف الدين الجزيري برضو ماشي بشكل كويس جدا، الراجل كل لما بيلعب بيشتغل، شفناه برضو في المباراة اللي فاتت لما نزل هو وكابتن شيكابالا، شفنا فرق وشفنا اختلاف في الأداء. سيف الدين الجزيري لعيب مهم جدا ومتواجد النهارده. وسامسون اكينيولا موجود النهارده وخد فرصه في المباراه، بس ما قدرش يثبت نفسه بصراحه في مباراه بروكسي، وكانت على فكره فرصه سهله قوي انك قدام فرقه بروكسي انك تعمل كل اللي انت عايزه، ولكن لعيبه نزلت عندها تراخي بعض الشيء فصعبت الامور. ولعيب زي سامسون اكينيولا كان المفترض ان هو يمسك في الفرصه زي دي. شفنا كمان مشاركه كابتن شيكابالا وابراهيم انداي وسيف الدين وسيف فاروق جعفر في وسط الملعب، هيبقوا مهمين جدا. الونش هيرجع مره تانية بعد ما غاب امام بروكسي، وشفناه بره الملعب بيدي ويحمس اللعيبه وبيدي تعليمات للعيبه وواقف في ظهر الفرقه وفي ظهر اللعيبه الاثنين اللي بيلعبوا، فوجود الونش هيضيف بشكل كبير جدا فنيا. لكن انت في نفس الوقت الفريق عنده غيابات، انت لو بصيت على اهم الغيابات في الفرقة تلاقي حمزة المسلوسي ونبيل عماد دونجا في نص الملعب. بس حمزة المسلوسي مؤخرا بقى راجل عنصر اساسي في نادي الزمالك، بيلعب في اكتر من مركز، مرونة خططية غير عادية من حمزة المسلوسي. الراجل في المباراة الأخيرة بيلعب في نص الملعب ناحية اليمين، بيزيد ويخش المنطقة ال 18 ويحرز هدف، فشفناه بيعمل أدوار مركبة في المباريات الأخيرة حمزة المسلوسي. فحمزة المسلوسي هيغيب، وده غياب مهم جدا ومؤثر جدا في نادي الزمالك، ولكن زي ما قلنا من دقيقة كده نادي الزمالك بيغيب عنه لاعب لازم يكون فيه البديل بتاعه اللي يأدي واللي يمسك في الفرصة. لو لعيب ما بيلعبش بصفة مستمرة ينزل يأدي، ودي فرصة لنيمار. نيمار ينزل يورينا بقى النسخة بتاعت نيمار السنة اللي فاتت. فنيمار مهم جدا انه يشارك في المباراة دي، يرجع النسخة بتاعت السنة اللي فاتت، لانه لعيب مهم ولعيب عنده قدرات اللي يقدر يستغلها ويبين قد ايه امكانياته مميزة. فانت عندك لعيبة مهمة جدا، كمان التركيبة الهجومية من مصطفى شلبي، كابتن شيكابالا، زيزو، عند ابراهيم انضاي كمان بدأ يشارك في الفترة الأخيرة، سيف الدين الجزيري، ان
شاء الله عندك تركيبة تقدر تعمل حاجة، إن شاء الله تركيبة تقدر تنافس. نادي الإسماعيلي النهاردة في موقف صعب، خسر آخر مباراة فعايز يعوض، خسر آخر مباراة فعايز يعوض. نادي الزمالك مش ماشي بأفضل شكل فحابب يلعب كويس، حابب يأدي، حابب يستمر. لو اتكلمنا على مستوى الدوري فهو حابب يستمر في النتائج الإيجابية، فإن شاء الله نادي الزمالك النهاردة في ملعب صعب جدا، ملعب الإسماعيلية طبعا الفريق العريق اللي بنكن ليه كل احترام وتقدير، وفي الملعب النهاردة هتحترم الإسماعيلي جدا هتكسب، ده الطبيعي في كرة القدم، احترم المنافس هتكسبه حتى لو وسط جماهيره. فإن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك يضيف فوز مهم النهاردة على النادي الإسماعيلي، مباراة مهمة جدا وهنتكلم فيها بشكل فني أكتر في فقرة سهم وقوس في آخر فقراتنا بإذن الله، هنتكلم بشكل مفصل فني عن هذه المباراة مع ضيفنا اللي شرفنا ونورنا في ختام هذه الحلقة وفي آخر فقراتنا المحلل الرياضي المميز الأستاذ أحمد سمير، فانتظرونا. دلوقتي هنروح نستعرض معاكم كل الجديد على الساحة الرياضية ونروح لفقرة الأخبار. اقرأ الخبر. نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر مع نهارك زملكاوي. أول أخبارنا في أخبار نادي الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أسوريو عن القائمة اللي هيخوض بيها فريقنا مباراة نادي الإسماعيلي النهاردة المقرر ليها النهاردة باستاد الإسماعيلية في إطار الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز. ضمت القائمة كل من في حراسة المرمى محمد صبحي ومحمد نديم، في خط الدفاع محمود حمدي الونش ومحمد وحسام عبد المجيد، محمود شبانه، مصطفى الزناري، محمد طارق، حاتم سكر، في خط الوسط محمد اشرف رؤى، محمد حسام بيسو، سيف جعفر، سيد عبد الله نيمار، احمد بالحاج، محمود عبد الرازق شكابالا، كابتن شكابالا، احمد مصطفى زيزو وابراهيم انضاي ومصطفى شلبي، في خط الهجوم سيف الدين الجزيري ويوسف اسامه نبيه وسامسون اكينيولا. كل التوفيق ان شاء الله لرجال نادي الزمالك النهارده، اي حد هيلبس تيشيرت نادي الزمالك يؤدي اداء محترم ونفوز باذن الله. نروح بقى لغيابات نادي الزمالك عن مباراه النهارده. غيابات كتير جدا، بيغيب عمر جابر الظهير الايمن لعدم الجاهزيه الفنيه، حيث وضع الجهاز الفني برنامج تدريبي بدني خاص ليه من اجل تجهيزه للفتره اللي جايه. بيغيب كمان احمد فتوح بسبب استمرار تاهيله نظر لمعاناته بالام في الظهر. عبد الله جمعه كمان بيغيب لاستمرار تاهيله بسبب الاجهاد في العضله الخلفيه، وكابتن محمد عبد الشافي بيغيب برضه نظرا لاستمرار اصابته في الركبه. كمان المباراة هتشهد غياب عمرو السيسي لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة اللي لحقت بيه بكدمة في الركبة. كمان هيغيب ناصر منسي بسبب المعاناة بإجهاد قوي في العضلة الضمة، وبيجيب أيضا نبيل عماد دونجا وحمزة المسلوسي للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء لكل منهم. كمان شهدت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غياب محمد عواد حارس المرمى بقرار فني من خوان كارلوس أسوريو المدير الفني للفريق، وتأتي وجهة النظر الفنية الكولومبي أنه رأى دخول أحد الحراس الشباب عشان يديهم الفرصة في المشاركة. كمان شهدت التدريبات السابقة للفريق قبل مواجهة الإسماعيلي تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق لإصابة عضلية تسببت في خروجه من قائمة مواجهة النهاردة. عبد الغني بيعاني من إجهاد خفيف على مستوى العضلة الخلفية، حيث فضل الجهاز الفني استبعاده منعا لتفاقم الإصابة، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للفترة
المقبلة سدمات يا غنوة. امبارح مستر اسوريو المدير الفني للفريق عقد جلسه مهمه مع اللاعبين داخل المعسكر بالاسماعيليه استعدادا لمواجهه النهارده امام الاسماعيلي في الدوري. اسوريو طالب اللعيبه بالتركيز الشديد والعمل فقط على تحقيق المكسب النهارده وحصد نقاط المباراه. كمان شدد على ضروره تنفيذ كل الامور الخططيه اللي تم التدريب عليها وانه غير مسموح بتكرار اي اخطاء سابقه في مباراة النهاردة. كمان ألقى أسوريو محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين امبارح بالليل داخل الفندق واتكلم فيها عن كافة النقاط الخططية الخاصة بلقاء النهاردة. في البداية شرح أسوريو للاعبين نقاط القوة والضعف الخاصة بفريق نادي الإسماعيلي وده كان بشكل نظري من خلال الفيديوهات اللي تم تجميعها عن فرقة الإسماعيلي. كمان شرح الخطة اللي هنواجه بيها فرقة الإسماعيلي وأدوار خاصة لبعض اللاعبين داخل أرضية الملعب خلال هذه المباراة. أعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر ليها النهاردة في مسابقة الدوري الممتاز وهيدير اللقاء تحكيميا محمد عادل حكما للساحة بعد عودته من تنزانيا. وعلى فكرة كان حكم فيديو في مباراة مارومو جلانس الجنوب افريقي ويانج افريكانز التنزاني في ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية. هيساعد كابتن محمد عادل النهارده كابتن هاني خيري وكابتن عمر فتحي كمساعدين للحكم بجانب كابتن محمد الغازي كحكم رابع. اما في غرفة الفار هيكون الكابتن او الحكم مصطفى مدحت حكم الفار ومساعد حكم الفار هيكون الحكم محمد عزازي. بكده تكون انتهت اخبارنا واخبار فريقنا. نهارك عالمي انتهى وهنروح لجوله دلوقتي عالميه صباحيه وفقره نهارك عالمي. ملخص لابرز نتائج المباريات الهامه بالامس في الملاعب العالميه. بداية أخبارنا العالمية من البونز ليجا الألمانية وحقق فريق كولن فوز كبير على ضيف. طبعا قبل الصافرة دي لو كرة طلعت من إيد لعيب السلة النقطة بتتحسب لكن دي طبعا ثلاث نقاط والمباراة كانت ما بين جولدن ستيت ووريورز والليكرز في تقريبا كده قمة الام بي اي في دوري المحترفين لكرة السلة الأمريكي. دي كانت لقطة يوم. تعالوا دلوقتي نروح نظبط مع بعض ساعتنا ونتعرف على مواعيد أبرز مباريات اليوم.
اهلا بكم من جديد وفقره نبض 100 عقبه. خلونا نروح في البدايه لبث مباشر من داخل نادي الزمالك، ناخد زميلتنا العزيزه دينا عبد السلام مراسلتنا من قلب 100 عقبه، نعرف منها ايه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا دينا نهارك ابيض وماذا لديك اليوم؟ برحب بمشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان من داخل نادي الزمالك وفقرة نبض 100 عقبة وجولة صباحية جديدة. خلينا نتكلم يا أحمد طبعا عن مباراة الزمالك والإسماعيلي النهاردة الساعة 7 في استاد الإسماعيلية بالجولة رقم 27 بالدوري المصري الممتاز. كل التوفيق النهاردة لنادي الزمالك. هنتكلم باستفاضة أكتر عن المباراة مع كابتن خالد مصطفى أحد مدربي قطاع الناشئين بنادي الزمالك، هنتكلم عن وجهة نظره الفنية. برحب بيك يا كابتن. اهلا بيك قناة الزمالك وكل جمهور نادي الزمالك. كابتن من وجهة نظرك الفنية شايف الماتش هيمشي ازاي النهارده؟ شايف الاستعدادات كانت عاملة ازاي والمواجهة هتكون عاملة ازاي خصوصا ان احنا هنلعب الاسماعيلي في ارضه؟ ان شاء الله طبعا تكون مباراة جيدة ويعني حلفنا الفوز فيها. طبعا مباراة الزمالك والاسماعيلي من الماتشات اللي معروفة انها ديربي قوي جدا جدا، يعني من قديم الزمن، لان طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير مهما كان هو في مؤخرة الجدول، لانه برضه نادي الاسماعيلي جمهور نادي الاسماعيلي وماتشات الاسماعيلي مع الزمالك دايما بيكون ديربي قوي. الحمد لله احنا بالنسبة لنادي الزمالك استعدنا لبعض الاصابات زي كابتن زيزو ان شاء الله هيكون موجود، والونش الحمد لله موجود في خط الدفاع، ودي كانت طبعا نواقص مهمه جدا، وان شاء الله يقدموا مباراه قويه. يعني الماتشات الزمالك والاسماعيلي حتى لو ما كانش يعني فيها مراكز في الدوري او بتحقق، انت بتبقى عايزه منها حاجه عشان الموقف في الدوري، ان الزمالك عايز يبذل وجود ان هو نادي قوي وما زال على راس المقدمه، وان شاء الله يكون في الاثنين الاوائل كالعاده، او ان شاء الله يفوز بالدوري ان كان يعني مسافات بعيده شويه، ولكن لازم الزمالك يفضل يقول للناس كلها ان انا موجود في الدوري بقوه. وماتشاته مع الاسماعيلي لوحديها هي نفسها مباراه تبقى ديربي لوحده، يعني الماتشات بتبقى قويه جدا جدا بين الفرقتين، وان شاء الله حليفنا الفوز باذن الله النهارده. كابتن شايف النهارده لسه في غيابات، فتوح مستمر في الغيابات، محمد عبد الغني، شايف الغيابات دي هتكون مؤثره في الفريق؟ طبعا انا بالنسبه لفتوح طبعا رايي فيه لانه من احسن الباكات ليفت موجوده في مصر، لكن طبعا انت كفريق كوره عمري فريق نادي الزمالك ما هيقف على لعيب واحد. الحمد لله حاتم سكر كل يوم بيقدم مستوى جيد، وكل مباراه مباراه بمستوى بيرتفع وبيخش جوه الفرقه وبيقدم يعني مباريات جيده. وانا يمكن كنت جيت معاكم اكتر مره وقلت لكم ان حاتم سكر ومحمد طارق دول ان شاء الله مستقبل نادي الزمالك باذن الله. كابتن طيب قول لي لو شايف ايه اللعيبه ممكن يعملوه النهارده، وايه الخطه اللي يبداوا بيها، او مستر اوسوريو المفروض يبدا بايه، ايه الحاجات التعليمات المفروض يبداوا بيها؟ والله واضح من مستر اوسوريو ان في ميزه ممتازه جدا، ان هو عنده طبعا مرونه تكتيكيه وبيلعب كل مباراه على حسب المنافس اللي قدامه. النهارده ان شاء الله انا اتوقع انه هيلعب 4-2-3-1، لان طبعا عوده زيزو ونضاي بدا يخش في الفرقه ومستواه بدا يعني يزيد من مباراه لمباراه، ومصطفى شلبي عاد وعمل مباراه جيده اللي فاتت. طبعا ان شاء الله يكون يعني اعتقد والله اعلم هيكون طريقه اللعب النهارده 4-2-3-1 بمحمد طارق والونش، وفي فضل طبعا بمحمد طارق سيد نمار، الاثنين بيتنافسوا بنفسه جيده، لان المسلوسي طبعا واقف للايقاف، وعوده الونش وجنبي حسام عبد المجيد وحاتم سكر، وهيكون في نص الملعب اثنين سيف جعفر ورؤى طبعا هم الديفندرات، وان كان سيف طبعا بيتميز بانه بيتفندر نمرة 8 كمان، وعندنا زيزو ونضاي ومصطفى شلبي والجزيري قدام، ودي يعني اعتقد ان في حوالي 4-5 هم في خط النص مع المهاجمين كلهم عندهم الحاسه الهجوميه الجيده وتسجيل الاهداف، فان شاء الله تكون مباراه جيده باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن. شكرا ليك وقناة الزمالك، وان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله النهارده بالليل. شكرا شكرا. احمد ده كان لقائنا من داخل نادي الزمالك، كل التوفيق النهارده طبعا لفريق نادي الزمالك، وان شاء الله يحقق الثلاث نقط النهارده. ده كل ما لدي، وعوده ليك يا احمد في الاستوديو. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه دينا عبد السلام، وشكرا الموصول للكابتن خالد مصطفى. نروح لاخبار نبض 100 عقبه، وفي اخبار نبض 100 عقبه فاز الفريق الاول لكره الطايره بنادي الزمالك سيدات على نظير فريق الجيش الرواندي بنتيجه اشواط 3-0 في المباراه اللي اقيمت بين الفريقين على صاله نابول بتونس. المباراه ضمن منافسات الجوله الاولى للمجموعه الرابعه لبطوله افريقيا للانديه التي تستضيفها تونس خلال الفتره من 12 الى 23 مايو الجاري. جاءت نتائج الاشواط كالتالي: 25-18، 25-16، 25-11، وبيتواجد فريق سيدات الطايرة الزمالك بطل مصر في المجموعة بجانب فرق
ليتو بطل الكاميرون، والجيش بطل رواندا، والجمارك بطل نيجيريا. يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريق تم تقسيمهم لأربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة أربع فرق على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية. وبيطمح طبعا فريق سيدات طائرة الزمالك تحت القيادة الفنية للكابتن أحمد فتحي في حصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثنائية بعد حصد لقب بطولة كاس مصر. دلوقتي يلا نروح على مدراكم الافتراضي ونروح لفقرة الشارع الأبيض. أهلا بكم في الشارع الأبيض. مع اقتراب الكولومبي أوسوريو أكتر من الفريق وإنه بيعرف كل كبيرة وصغيرة بمرور الوقت، بينتظر جمهور نادي الزمالك تحسن الأداء والنتائج مع أوسوريو، وكمان بيستنى تألق بعض اللاعبين. فيا ترى في رأيك الشخصي مين أكتر لعيبة ممكن تتألق تحت القيادة الفنية للكولومبي أوسوريو في الفترة اللي جاية؟ تعالوا نشوف رأي حضراتكم في الشارع الأبيض ونرجع لكم مرة تانية. في رأيك الشخصي مين أكتر لاعب ممكن يتألق تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوري؟ ممكن شيكابالا، وممكن يعني أقولك في لعيبة كتير ممكن نتألق معاها، بس هو مدرب كويس. المدرب ده عايز صبر شوية، احنا مشكلتنا زي ما كنا ما نصبرش عليه. يعني أنا نفسي بصراحة أحمد بالحاج اللاعب المغربي ياخد فرصة، هيفرق معانا جدا. النوعية دي احنا كنا بندور عليها من زمان، لو مركز 10 لو بقى خد فرصة وأدى بشكل كويس هيظهر بشكل كبير وهيتألق إن شاء الله. سيف والناس ونيمار وحسام عبد المجيد، الناس دي كلها تتألق، وعواد برضه مستواها يرجع إن شاء الله والفرقة تظبط، يعني خط الظهر كله اتظبط. أنا شايف يعني خير على قد إن شاء الله. ممكن سيد نيمار، وشايف برضو بإذن الله عبد الله جمعة يبقى نسخة جروس مع أوسوريو إن شاء الله. شايف سيد نيمار، يعني حاسس إنه هيقدم موسم جميل وهيبقى حلو في الزمالك، والمدرب إن شاء الله يتوفق معاه ويساعده ويساعد الفرقة كلها ويبقى تمام مع زمايله. نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي، زيزو طبعًا، ومحمود حمد الونش. ممكن يكون احمد سيد زيزو بالنسبه لي، لان هو بيعمل اسيستات حلوه وضربات جزاء حلوه واهداف جميله وكده. سيف جعفر هو اللاعب يعني فعلا يظهر ان هو كده يعني يملك مقاومات كبيره جدا، حريف جدا، بيعرف يرقص كويس جدا، بيعرف يعمل باصات ممتازه جدا، فانا شايف ان المستقبل كبير جدا مع المدرب الجديد ان شاء الله. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن انك توجه رساله دعم لفريق الزمالك قبل مواجهه نادي الاسماعيلي بالدوري. تعالوا كده نروح لرسائل حضراتكم اللي بعتوها لنا على صفحات برنامجنا على هاشتاج نهارك ابيض. واول حد معانا النهارده ايه بدوي بتقول صباح الخير عليك يا احمد، دايما متالق، اشكرك جدا يا ايه، العبوا بكل حماس وبروح، استغلوا اي فرصه تجيلكم، وعدم الاستهتار بالاخصام مهما كان تصحيح كل الاخطاء اللي موجوده، وكونوا على قلب رجل واحد وحقيقي، وحشتنا الفرحه والله يا زمالك. اشكرك يا ايه. عبد الله بيقول مساء الخير عليك يا احمد وعلى ضيفك الكريم المحلل الرياضي احمد سمير. طبعا المحلل الرياضي احمد سمير هيكون معانا في الفقره اللي جايه سهم وقوس. ونهارك ابيض رسالتي للعيبه انهم يركزوا في المباراه، يستغلوا الفرص، يلعبوا بروح وعزيمه واصرار على المكسب، وان شاء الله يكسبوا ويفرحونا ان شاء الله. ان شاء الله يا عبد الله. مريم بتصبح علينا، بشكرك جدا يا مريم. احب اقول لهم العبوا بروح حماس واصرار على المكسب واستغلال انصاف الفرص وعدم الاستهتار بالخصم. اتمنى تصحيح الاخطاء الدفاعيه والدفع لمصطفى شلبي من البدايه، احنا واثقين فيكم ووراكم وبندعمكم، وباذن الله نحقق الفوز وكل الدعم والتوفيق للملكي. تحياتي ليك يا مطلق، بشكرك جدا يا مريم.
احمد المغاوري بيصبح علينا، بشكرك جدا يا احمد. احب اقول لهم بصرف النظر عن نتيجه المباراه يلعبوا بتركيز وكلنا ثقه فيهم، وعلى فكره مباريات الدوري الباقيه احسن اعداد للبطولات القادمه، الكاس والبطوله العربيه، وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك. زملكاوي افتخر، بشكرك جدا يا احمد. اخر حد معانا واخر رساله معانا من سيد فارس الملكي بيصبح علينا، بشكرك جدا يا سيد، كل الدعم للاعيبه الزمالك، ان شاء الله يفرحونا ونكسب الاسماعيلي، انتم احسن لعيبه في مصر وبنثق فيكم، ان شاء الله القادم افضل. زملكاوي ده العادي، ما الزمالك احلى شيء في بلادي. تحياتي ليك ولكل فريق العمل، بشكرك جدا يا سيد، وبشكر كل الناس اللي بعتت لنا وما قدرناش نقرا رسائلهم الموجهه للاعيبي نادي الزمالك. دلوقتي هنروح لفقره سهم وقوس، هنكون معانا المحلل الرياضي المميز الاستاذ احمد سمير، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد في اخر فقراتنا، فقره سهم وقوس. نادي الزمالك النهارده داخل مباراه مهمه جدا في واحده من اهم كلاسيكيات الكره المصريه امام نادي الاسماعيلي العريق، ناديين كبار، مباراه دايما بتمتاز بالنديه، نادي الاسماعيلي والكره الحلوه، صحيح في الفترات الاخيره مش هو النادي الاسماعيلي اللي احنا متعودين عليه، ولكن يبقى اسم نادي الاسماعيلي، وكمان المباراه وسط جماهيره الموضوع هيبقى مختلف تماما، والمأمورية صعبة على نادي الزمالك بقيادة سوريو اللي بيسعى لأنه يحقق 3 نقاط ما أهمهم النهاردة أمام نادي الإسماعيلي. هنتكلم في كل شيء عن هذه المباراة فنيا مع محللنا الرياضي المميز اللي مشرفنا ومنورنا وبيشرفنا دايما، كابتن أحمد سمير. منورنا يا أحمد. بنورك ودايما كده متالق، وباذن الله يكون وشنا حلو النهارده على فريق الزمالك ان شاء الله. شايف المباراه زي معطيات المباراه، نادي الزمالك لو بنتكلم على الدوري فبياتي من فوز، نادي الاسماعيلي بياتي من هزيمه، شايف المباراه ازاي بالنسبه للفريقين؟ استعاده الثقه، يعني الزمالك بعد المباراه الماضيه والصعود الصعب في كاس مصر محتاج لاستعاده الثقه، محتاج لفرض الشخصيه مره اخرى. يعني انا عايز اقول لك ان احنا مثلا ايه المباراتين اللي فاتوا كنت كل مباراه بتلعب بطريقه مختلفه وشكل مختلف، لعبت مباراه سيراميكا 4-1 4-1 وبقوه شخصيه غيرت الشكل ماتش بروكسي، لكن اعتقد ان مباراه اليوم هي محتاج النهارده تاني استعاده الثقه مره اخرى واثبات شخصيتك واثبات شخصيه الفريق رغم الغيابات اللي ممكن تاثر على شكل وطريقه الاداء، لكن اعتقد ان النهارده هو يوم مهم جدا لنادي الزمالك ان يرجع تاني على الطريق الصحيح. شايف لو بنتكلم عن مباراة بروكسي اللي فاتت، نادي الزمالك أحرج نفسه مع البروكسي برغم أنه فاز في نهاية المباراة، ولكن أنك تخش مباراة أنت بعيدا عن أنت مش عارف المنافس أو المنافس بيلعب في دوري الدرجة الثانية، إلا أنك دخلت بشيء من التراخي والاستهتار كلفك أن أنت اتأخرت مرة وتعادلت واتأخرت تاني وتعادلت وبعد كده كسبت المباراة في 120 دقيقة. شايف المباراة اللي فاتت دي ازاي ومدى تأثيرها على المباراة النهاردة أمام الإسماعيلي؟ أنا شايف إن أسوريو بردك هو شايف إن هو محتاج فترة إن يشوف اللعيبة بشكل أكبر، إن يجرب. المشكلة بس إن الوقت صعب في إن أنت يحصل لك أي اهتزاز، لكن الراجل شايف إنه من حقه، هو لسه في بداية مرحلة وعايز يتعرف على إمكانيات اللعيبة ومدى مرونتهم في طرق اللعب، وكان شايف إن مباراة كأس مصر تسمح بمشاركة بعض البدلاء، لكن في مرحلة من المراحل أنت محتاج الفوز ورا الفوز عشان يديك الثقة ورجوع الشكل تاني بقوة، فغياب بعض. بص الزمالك دايما في 3-4 لعيبة في الفرقة هم اللي بيدوا ثقل ويتقلهم حواليهم العناصر الأخرى زي زيزو زي الونش، فبغياب اللعيبه دي بجانب اصابات زي نصر المنسي اللي احنا كنا دايما بنقول ان هو عمل طفره في الخط الهجومي، فبقى عندك بعض المشاكل، الجزيري كمان ابتدى يقعد الماتش المنفرد، فبقى عندك اهتزاز ان اللعيبه الاساسيه اللي ممكن تقدر تبني عليهم الشكل وان يوقفوا اللي حواليهم هم نفسهم غايبين، فعمل الدروب ده، فبالعكس راحت الفروق. يعني انت دايما بتقدر نقدر نقول نكون منطقيين واضحين ان الكره المصريه بقت الفروق فيها مش كتير، فبيقدر يحقق لك الفرق ده هم 3 أو 4 لعيبه في الملعب، فما يغيب ال 3-4 لعيبه
تتساوى الكفتان. فانا عشان كده شايف مهم جدا النهارده عوده الونش، مهم جدا النهارده عوده زيزو. التغييرات اللي شفناها حتى ما بين الشوطين ازاي اثرت على نادي الزمالك قبل ما تكون فنيه، لا اهو دي رجاله نادي الزمالك، ده اللعيبه اللي بيقدروا يعملوا الثقل في الملعب، فخلت المنافس كمان يبتدي يقل ويبتدي يتراجع والجرأه ابتدت تقل المنافس. فانا لازم دايما ادي المبادره وادي قوه في المبادره، لان انا شايف انه ده مش وقت مناسب، وقت التجارب. النهارده مشاركه زيزو اعتقد مهمه جدا، مصطفى شلبي زي ما انت حضرتك وضحت ان ابتدى عوده لبعض مستواه المعهود وابتدى يكون احد مفاتيح اللعب وفتح الجبهه اليسرى بطريقه مميزه جدا في المباراه اللي فاتت. اعتقد نضاهي هيكون ليه دور النهارده مصر. عمل كميه عرضيات كبيره جدا مصطفى شلبي. انا طمعان في اكتر من مصطفى شلبي، ليه؟ لان لعيب عنده المهاره وعنده، انا حاسس ان في حاجه لسه مأيده، بس بدات واحده واحده كده تفك، بدانا نشوف العرضيات. لا احنا عايزين مصطفى شلبي بتاع امبي اللي بيخش وبيخترق وبيقطم ناحيه اللي بره ويشوط كوره في المقص ويعمل فاولات ويعمل حاجات كويسه جدا، اللي احنا عايزينه من مصطفى شلبي. ولكن بوادر كويسه جدا ان هو يشارك ويساهم في هدف والتاني، دي حاجه مهمه جدا. ان في لعيبه كده زي ما بيقول لك بتيجي بالوقت، فمصطفى دايما بيبقى عايز مشاركات كتير وعايز صبر وان يندمج مع الاجواء. هو لعيب كويس، عنده بعض المميزات اللي مش كتير بنلاقيها في اللعيبه في نفس المركز، لكن يعني دايما انا بقول ان اللاعب الجيد هو يجب ان يستثمر حاله بدايه فوقانه في الملعب. فانا شايف ان مصطفى شلبي ابتدى يفوق في الملعب، وشايف ان ابتدى الجماهير تحس بالقيمه دي، فانا لازم استثمر الحاله الجيده اللي انا فيها. اعتقد نضاي برضك هيكون ليه دور مؤثر النهارده، واحد الاوراق اللي انا شايفها هيكون ليها دور كبير مع مستر اوسوريو الفتره القادمه. السؤال بقى النهارده يعني مع غياب دونجا والسيسي واللي انت ذكرت الغيابات الموجوده النهارده، هل يلعب الزمالك بطريقه 4-1-4-1 ام ممكن نشوف مشاركه النهارده لبيسو؟ يعني هو ده ممكن يبقى احد المفاجآت اللي ممكن تشهدها اللقاء، وارد يعني الراجل بيمتلك الجرأه، واضح قوي ان هو ما بيعملش حسابات كتير، ما بيخافش، فيمتلك الجرأه. هو خلي بالك حاله حال سيف فاروق جعفر، الراجل بيلعب في دوري ابطال افريقيا وقدام الترجي في وسط جمهوره بيلعب اداء كويس جدا، وبيجي هنا القاهره بيشارك وبيسجل اول اهدافه، نفس الطينه نفس المعدن من ابناء نادي الزمالك من ناشئ نادي الزمالك. ما انا بقول فهو هتبان النهارده البوصله، هل هحاول افرض الشخصيه الهجوميه رغم ان انا بلعب خارج ارضي والعب بطريقه 4-1-4-1 ولا ممكن يغيرها ل 4-2-3-1؟ لان بيسو يعني بردك لاعب بيمتلك مقاومات دفاعيه اعلى من سيف. صحيح. فانت لو هتلعب ب 4-1-4-1 غالبا هيبقى نضاي وسيف هما الاثنين اللي هيكونوا من جوه الملعب، او بالتبادل مع زيزو، يعني نضاي دايما وزيزو الشفت اللي احنا دايما متعودين يشتغل عليه. لكن هل لو لعب بيسو هل هيبقى في مشاركه لاحد الاثنين، يا سيف جعفر يا نضاي؟ فده هتبان المعطيات دي في مباراه النهارده. شايف انه كان يكمل بيه الفرقه والتشكيله الاساسيه اللي لعبت المباراه قبل الماضيه في الدوري، وشفنا شكل نادي الزمالك بيلعب باداء كويس جدا، كان يكمل على ده عشان اللعيبه تحفظ الطريقه، تحفظ طريقه اللعب، تحفظ تحركات 4-1-4-1، ما كانش يلعب بيه او يجرب، ما كانش وقت تجربه زي ما انت قلت في البدايه، هو يجرب لعيبه لسه يعني لسه هتلعب اول ما هتطبق اول مره 4-1-4-1. هو راجل عنده مرونه خططيه وعايز اللعيبه تتعود معاه على العديد من الاشكال، لكن دايما لازم ده يتوائم مع ظروف النادي، فلازم انا ممكن اكون ملم بظروف النادي وجماهيريته اللي ما تستحملش اي ضروب بيحصل في الوقت ده. لكن هو كراجل مدير فني ما اقدرش انكر عليه حقه انه عايز يشوف بشكل كويس ويقدر يتعرف على اللعيبه كلها بشكل كويس، لكن يجب مع ده دور بقى جهاز المعاون، ان دور جهاز المعاون توضيح الرؤيه ان الفتره دي فتره صعبه على نادي الزمالك ونادي كبير وفي ضغوط جماهيريه، مش مجرد نادي شركات ما عندوش مشكله يمر بمرحله انعدام وزنه واستعداد للاستفاقه. فجهاز المعاون اعتقد هيبقى ليه دور كبير جدا، مهم جدا في مباراه زي النهارده احراز هدف مبكر يدخلك المباراه باريحيه وتقدر تتحكم انت في سير اللقاء. بشوف ان مهم كمان ان انت لو لعبت 4-1-4-1 تبقى في تقارب في الخطوط، يعني انا مش حابب القصه ان انت بتلعب بالطريقه دي بس في تباعد مثلا بين وسط الملعب
والهجوم، خصوصا ان انت في الطريقه دي بيبقى واحد بيغطي بشكل عرضي الملعب كله اللي هو لعيب الارتكاز، فلازم تبقى الخطوط قريبه قوي عشان ما يبقاش فيه المساحات الكبيره اللي تقدر تعمل مشكله عندك، لا لازم تلعب بخطوط متوسطه. فانا ممكن العب بالطريقه دي حتى لو بطريقه الضغط المتوسط، يعني انا مش لازم بمعنى ان انا بلعب 4-1-4-1 ان انا اروح ضاغط بطول الملعب ويبقى عندي مشاكل ما دام انا ما بلعبش كومباكت قوي، لا انا ممكن ارجع والعب بضغط متوسط. ودايما كده احب انا زي ما بيقولوا الضغط المفاجئ، يعني انا بلم خطوطي وفجاه بروح طالعين مع بعض، لكن ساعات بيبقى الضغط مش بشكل منظومي قد حماس لعيبه معينه، تلاقي لعيب او اتنين خرجوا للضغط ولعيبه تانيه ما خرجتش فبيحصل لك دروب في منظومه الضغط. فانا شايف مهم جدا التوازن، انا شايف مهم جدا عدم المجازفه غير المحسوبه، قرايه سيناريو المباراه بشكل جيد جدا. الاسماعيلي غايب عنه برضك بعض العناصر اللي يعني زي عبد الرحمن مجدي، زي صالح جمعه، زي محمد حسن، عناصر برضك ليها ثقل، لكن الاسماعيلي بيمتلك بعض الاوراق مهمه، يعني انا بشوف محمد الشامي من ضمن الاوراق المهمه جدا في النادي الاسماعيلي، ويمتلك سرعات ولعيب بيروح لجون كتير، فيعني انت يجب زي ما بيقولوا احجمه في الملعب، ما سيبش مساحات كتير جدا المنافس يقدر يشتغل عليها، افرض رتمي. ويعني انا شايف ان في بعض الوقت مش عيب ان انا اكون رد الفعل وان انا اسحب المنافس ان هو يهاجم والعب من ظهره، كتير جدا نادي الزمالك شفناه بيجيد عمل التحولات الهجوميه بشكل جيد جدا، فالتعامل بذكاء مع المباراه هو اهم ما يميز هذه المباراه. لو بصينا كده ليه قايمه المباراه، ليه مباراه النهارده امام الاسماعيلي، وبصيت انت على قايمه المباراه محمد صبحي ومحمد نديم في خط الدفاع، الونش حسام عبد المجيد، محمود شبانه، الزناري ومحمد طارق وحاتم سكر، في خط الوسط رؤى وبيسو وسيف جعفر ونيمار واحمد بالحاج وكابتن شيكابالا وزيزو وابراهيم انضاي ومصطفى شلبي، في خط الهجوم الجزيري ويوسف اسامه نبيه وسامسون اكيليولا. شايف ايه التشكيله الانسب ما بين مجموعه اللاعبين اللي موجودين النهارده يبداوا مباراه الاسماعيلي؟ اعتقد ان محمد صبحي لحراسة المرمى طبعا هو الاقرب، قلبي الدفاع طبعا بعوده الونش لا شك انه هتبقى اضافه كبيره، واعتقد ان استمرار حسام عبد المجيد برضك مهم لاكتساب الثقه. انا مش حابب كتير نعمل تغييرات في التشكيل حتى لو في بعض الاخطاء يحصل تصحيح للاخطاء بشكل افضل. اعتقد ان تواجد نيمار في الظهير الايمن النهارده مهم، حاتم سكر عودته للظهير الايسر، يعني هو المباراه اللي فاتت كان بيلعب قلب دفاع ايسر مش ظهير ايسر، عشان برضك بعض الناس حملته زياده شويه، وانا شايف ان هو لعيب كويس وهيجي مع الوقت، خصوصا اللعيب الصغير بيبقى محتاج خبرات ونضج، فمش حابب نحرقه لان هو لعيب كويس. لعيب كويس وعنده امكانيات كبيره جدا، فالضغط الجماهيري اتمنى انه يعني ايه يكون اقل عليه شويه لان هو نواه لعيب. اعتقد ان لا خلاف ان رؤى هو المتواجد في المكان ده النهارده ومفيش بديل ليه. اعتقد ان احنا هنلعب بسيف جعفر معاه، امامه زيزو في الناحيه اليمين ونضاي تحت الجزيري، وفي الناحيه اليسرى مصطفى شلبي. طيب شايف مين ابرز اللعيبه اللي هيعتمد عليهم الراجل ده؟ ودايما سؤال بنساله كده، الراجل ده في دايما كل مدير فني في لعيب بينور معاه قوي، مين اللعيب اللي انت متوقع انه هينور مع اسوريو؟ نضاي، ابراهيم نضال. هو بصراحه فاق، يعني تحس انه فك كده نفسيا بقى، اتعامل مع الراجل، هو بيديله ادوار مركبه وبيحاول دايما يشتغل ان يخلق مساحات. نضاي هو لعيب مساحات، مش لعيب كتير يروح في وسط الزحمه ويبتدي يشتغل واحد على واحد في وسط الزحمه او يشتغل في جمل مركبه، لا. اللعبه اللي بالذات وضحت قوي في مباراه سيراميكا حته الشفتات اللي بتتعمل بينه وبين زيزو، وان الراجل زيزو يروح داخل جوه فنفضي له المساحه والعكس بالعكس، نضاي بيشتغل فيها بشكل كويس جدا. هو دايما لعيب بيجيد السعي ورا المساحه، بيجيد انه يروح على المساحه بشكل كويس جدا، بيشتغل من ورا الظهير المنافس بشكل كويس جدا، في واحد على واحد في التحولات الهجوميه بيشتغل فيها بشكل كويس جدا، عنده جوع لل 18، تلاقيه دايما بيحاول دايما يكمل في ال 18، يعني دايما بنقول ان مش كل جناح بيعرف يشتغل مهاجم عكسي، الكره ما بتكون في الجانب الاخر، نضيع عنده الحته دي، رغم انه ما يمتلكش طول كبير بس برضك بيحاول يشتغل في ضربات الراس بشكل جيد جدا، بيحاول يعمل الفولو على الجون، يعني انا دايما بقول ان اللعيب حتى لو بيضيع بعض الفرص اللي الناس شايفه انها بتكون فرص سهله، بس كونك دايما على طول بتروح في مناطق الخطوره وعندك احساس بمكان ارتداد الكوره ومكان سقوطها، فانت لعيب جيد هتيجي مع الوقت حته احراز الاهداف، وانا شايف انه هو يكون احد اهم الاوراق الهجوميه لنادي الزمالك في الفتره الجايه، خصوصا ان بقى ايه دايما كل الفرق بتركز قوي ان انا اقفل على زيزو، انهم عارفين ان هو مفتاح لعب الزمالك الاول، فاعتقد ان ابراهيم نضاي هيكون ليه دور مؤثر جدا، وانه هيكون احد اهم اكتشافات اسوريو او اعاده اكتشافه مره اخرى مع نادي الزمالك.
مباراة مهمة جدا وسط حضور جماهيري من جماهير نادي الإسماعيلي الحبيب جدا على قلوبنا، بس بعد الماتش ده يعني نرجع تاني حبيبي. الماتش النهاردة منافسة قوية جدا، لو بصينا للمعطيات بقى إن تاريخ المباريات، وإحنا يمكن بنعرض بعض أهداف المباريات اللي فاتت بين نادي الزمالك والإسماعيلي، نادي الزمالك بقى له 12 مباراة متتالية بيواجه نادي الإسماعيلي بيكسب ما تعادلش. اخر 12 مواجهه لنادي الاسماعيلي امام نادي الزمالك لم يتعادل نادي الزمالك، فوز فقط لنادي الزمالك. هل ده ممكن يمثل ضغط؟ هل ممكن ده يبقى كارت لتحميس لاعبي الاسماعيلي انهم يادوا بصوره مغايره لاكثر، بقاله اكثر من 5 سنين لم يفز على نادي الزمالك، ممكن دي تبقى حاجه في صالح نادي الاسماعيلي، حافز اكبر بجانب الجماهير؟ أكيد من ضمن الحوافز اللي بيشتغل عليها المدير الفني، وأعتقد إن كمان المركز في الجدول الدوري المتأخر هو حافز أكبر كمان، لأن هو عايز يخرج من المنطقة الخطر. النادي الإسماعيلي نادي كبير وليه تاريخ، فهو شايف إنه لا يليق باسمه وبجماهيريته إنه يكون في المركز ده، فالإسماعيلي هيلعب بشراسة، شايف إن دي كمان استعادة ثقة. يعني خد بالك إن أنت بتلعب فريق الزمالك، فما بتقدر تعمل نتيجة إيجابية قدام فريق الزمالك، لأ بيبقى في نشوة للمحافظة كلها، وحاسين إن عملوا مباراة كبيرة أمام نادي كبير وقدرنا نخرج من عنق الزجاجة، ويبتدي رفع الروح المعنوية للفريق. عشان كده ابتدينا نسمع عن بعض المكافآت الخاصة اللي بيتم وعدها للاعبين، فطبعا الحوافز عالية في هذه المباراة، واعتقد ان احنا لا نقل عن مباراة النادي الاسماعيلي اهمية لينا المباراة ودوافعها واستعادة الثقة مرة اخرى والعودة. انت خلاص بقى انت بتحاول في نهاية الموسم تقدر تلم ورقك ان انا ايه اقدر اوصل لاحسن النتائج في نهايه الموسم، سواء في بطوله الدوري، سواء في بطوله الكاس، سواء في البطوله العربيه باذن الله. فلا ما فيش وقت لتدارك سقطات او عصارات موجوده في الدنيا. المطلوب من فريق نادي الزمالك في بدايه المباراه يبدا ازاي وسط الحضور الجماهيري، وسط الضغط الجماهيري، بتلعب على ارضيه ملعب الاسماعيلي، يبدا المباراه ازاي؟ كيف يتعامل مع بدايات هذه المباراه؟ اعتقد ان المباراه دي من المهم جدا استغلال عنصر الضربات الثابته. انا بشوف ان الضربات الثابته سلاح مهم جدا، اعتقد ان النهارده الزمالك لازم يستغل بشكل كويس جدا. ممكن بدايه اللقاء تشهد ضغط على المنافس، وخصوصا ان هو بيلعب على الارض وسط جماهيره، فبيبقى في اريحيه ان انا اللي هضغط على نادي الزمالك، فما انت بتمارس عليه الضغط من بدري بتربك بعض الحسابات. بس دايما زي ما بقول كده الضغط لازم يكون في وعي شويه، يعني صحيح. ما يبقاش ضغط باندفاع ويعمل لي مشاكل في التحولات اللي ممكن تبقى في بدايه اللقاء تعمل قلق للاعبين. دي شفناها في المباراه، خلي بالك اول مباراه تحت القياده الفنيه لاسوريو، شفنا يعني هجمات كتير جدا لنادي الزمالك وتواجد هجومي كبير لنادي الزمالك، وشفنا تواجد هجومي للفريق الخصم داخل منطقه جزاء نادي الزمالك واضاعه بعض الفرص على نادي الزمالك. فدي مشكله 4-1 4-1 لو ما تمش تقارب الخطوط فيها. عشان كده بقول ان مش مهم ان انا في بدايه كل كوره ان انا اروح اجري على اول قلب دفاع واروح ضاغط عليه، لا بالعكس انا ممكن العب كومباكت ضغط متوسط، وبعدين الفريق بيتحرك كتله واحده ممارسه الضغط. ودايما انا بفضل الضغط الموجه على الاجناب، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان الخط هو مدافع اضافي، وبقدر احصر فيه ان انا اقدر في الضغط اقفل او اقرب زاويتين تمرير، فبضيق قوي عناصر التمرير وزوايا التمرير اللي ممكن يشتغل على اللاعب، فبقدره على الغلط. على مثلث دفاعي. الله ينور عليك. على عكس عمق الملعب اللي بيبقى قدام اللاعب خيارات كتير، فدايما بشوف ان من الذكاء ان انا احاول اوجه الضغط لاحد طرفي الملعب واشتغل بشكل جيد جدا، خصوصا ان انت كمان لما بتشتغل على احد الاطراف بالضغط الموجه بيتم الترحيل، فبيضيق المساحات، الجناح العكس بيضم، الظهير العكس بيضم، فبتقدر تعمل ضغط يقدر تستخلص بيه الكوره. فالذكاء في التعامل مع مجريات المباراه وانها مباراه خارج ارضك والتعامل مع السيناريو بشكل ذكي هيفرق جدا مع نادي الزمالك. كيف يتعامل نادي الزمالك مع الغيابات الكتير جدا اللي ضربت الفريق؟ يعني يمكن حمزه المسلوسي هو احد ابرز الغائبين عن فرقه نادي الزمالك في هذه المباراه، شايف ازاي غياب حمزه المسلوسي؟ وبعد كده هكلمك عن بعض الغيابات التانيه، ولكن اهمهم حمزه المسلوسي. هو يعني ده بيدي بعد شويه ان ممكن يبقى في قصور في الناحيه الدفاعيه، لان نيمار لعيب مميز جدا، بس اللعيب عنده النواحي الهجوميه بشكل اعلى. يعني رغم تميزه المسلوسي بس ما بيبقاش عنده نفس الانطلاقات الهجوميه لنيمار، لكن هتسبب لك قلق ومشاكل ان زيزو ونيمار الاثنين عندهم نواحي هجوميه كبيره جدا، فالنواحي الدفاعيه هيبقى عندك مشكله. فشايف ان دور اللعيبه دايما المسانده، وانا بشوف ان مشاركه نضاي وان هو بيبتدي بيعمل مسانده دفاعيه انا عايز اقول لك من افضل اللعيبه اللي بتادي
الدورين، الواجب الدفاعي والهجومي، يعني نادرا ما تلاقي نضال ما بيرتدش دفاعيا، على عكس بعض اللعيبه اللي ممكن ايه تريح بعض الاوقات، فانا شايف ان انت يبقى عندك من الذكاء، لا زيزو كمل نضال بيلم من وراه والعكس بالعكس، ده لو لعبت طريقه 4-1-4-1 زي ما احنا اتفقنا، شايف ان من الذكاء جدا حته تعطيل الهجمات، يعني كتير جدا نادي الزمالك انا بلوم على بعض اللاعبين ان في اوقات انت محتاج تعطل الهجمه، يعني مش عيب ان انا اعمل فاول تكتيكي او خطا تكتيكي اعطل بيه الهجمه، لا انا كتير ما بشوفش ده، يعني انا بشوف ان اللعيبه لازم يكون عندها وعي ان في وقت من الاوقات حتى يعني دايما يقول لك الضغط مش شرط ان انا اضغط عشان استخلص الكوره، لا في وقت بضغط عشان اعطل المنافس، بقفل ممرات تمريره اخليها تخرج الكوره في ممر اقل خطوره عليا، في وقت بضغط عشان ممكن اعمل خطا عشان بس اعطل المنافس، فالذكاء في التعامل مع الحاجات دي انا شايف ان مهم جدا، شايف ان لازم يكون في لعيب في الملعب يكلم اللعيبه حواليه، يعني بصراحه بعد غياب كابتن محمد عبد الشافي وعدم المشاركه كتير لكابتن شيكابالا، شايف القياده في الملعب محتاج لعيب يبقى فيه قائد في الملعب، الزمالك بيفتقد الحته دي بعض الشيء في هذه الفتره بصراحه. برافو عليك، ده واضح جدا على فكره في مباراه بروكسي. واتمنى يعني انا عايز اقول لك يعني عبد الشافي مهما بلغ العمر هو لاعب ليه قيمه كبيره جدا في نادي الزمالك، ومع افتقادنا الفتوح وعبد الشافي رغم ان حاتم لعيب واعي جدا، وعبد الله جمعه خلي بالك برضه مصاب طبعا، يعني انت خلي بالك الجبهه اليسرى كلها اصابات، يعني انا عايز كابتن عبد الشافي عنده لسه اصابه الركبه دي لسه في التاهيل فيها، عبد الله جمعه العضله الخلفيه، واحمد فتوح بالم في الظهر لسه بيعاني برضه من عايز اقول لك احد المفاتيح المهمه جدا في نادي الزمالك احمد فتوح، يعني دايما الناس بتبص اكتر على الجانب الهجومي واللعيبه الاجنحه وراس الحربه، لا احمد فتوح احد اهم مفاتيح نادي الزمالك جدا، والزمالك بيتاثر بغيابه، لكن زي ما احنا قلنا ان حاتم لعيب واعد وهيقدر باذن الله مع الوقت يكون لعيب مؤثر، لكن مهم جدا بقى لعيب زي زيزو وبقيمه زيزو مش يبقى مجرد بس ان انا بادي ادواري الفنيه والخططيه في الملعب، لا يكون ليا دور قيادي واكلم اللعيبه حواليا واقفهم على رجلي، انا دلوقتي خدت راجل بقى عندي خبرات كبيره جدا مع نادي الزمالك في البطولات الافريقيه ومع منتخب مصر، فمن الواجب عليا دلوقتي ان انا اتولى القياده الفنيه الحقيقيه في الملعب، القياده مش بس بشاره، القياده هي شخصيه في الملعب، فاتمنى ان زيزو هو اللي يقوم بالدور ده في الفتره الجايه. اتكلمنا عن حمزه المسلوسي، اتكلمنا كمان عن ناحيه الشمال وتواجد حاتم سكر وغياب الجبهة اليسرى الأساسيين كلهم تقريبا، كابتن عبد الشافي زي ما قلنا، عبد الله جمعة وأحمد فتوح في نص الملعب، بقى دونجا برضو بيشارك بصفة مستمرة في المباريات اللي فاتت، شايف مدى تأثر وعدم وجود بديل لرؤى في وسط الملعب في هذه المباراة؟ أنا عايز أقول لك إن دايما سمة الفرق الكبرى قوة لاعبي وسط الملعب، الزمالك عنده مشكلة شوية الموسم ده إن القوة بتاع وسط الملعب مش القوة المناسبة لفريق كبير زي فريق الزمالك. دونجا هو لاعب جيد وكان في بيراميدز بيتألق ولاعب كان دولي، لكن هو ما دخلش المنظومة، خد بالك إن برضك إيه في لاعب بيلعب في منظومة معينة بأدوار معينة، فلما بيجي لنادي آخر ومطلوب منه شكل معين تاني من الأداء ما بيبقاش ممكن ساعات بنفس القوة، فهو دونجا أنا شايف إن هو لعيب كويس، لكن ما قدمش لينا الإضافات اللي إحنا كنا متوقعينها منه. أتمنى الفترة الجاية الموضوع ده يتم بشكل أفضل، فوجود رؤى هو لعيب جيد معاه كورة، لكن وانت معكش الكوره هو مش لعيب قوي في الاستخلاص والالتحامات، هو لعيب وانت بتبدا الهجمه بيقدر يعمل الكره العكسيه والقطريه بشكل كويس جدا، بيحاول يحافظ على الكوره، لكن بيبقى عندك المشكله ان ملعب بارتكاز واحد او حتى لو معاه ارتكاز تاني مثلا سيف جعفر ما بيمتلكش برضك المقاومات الدفاعيه الكبيره جدا، بيبقى عندي مشكله ان اللعيبه دي ما عندهاش القدره العاليه على الاستخلاص، فبحاول اعوض ده زي ما احنا قلنا بتقارب ان الخطوط، فان المساحات الضيقه هي تكون سلاح الاول لاعاده استخلاص الكوره، مش لعيب معين زي ما مثلا كنا نشوف طارق حامد اللي كان بيقدر لوحده بيغطي مساحات هائله ويعمل البريس وبيضغط وبتاع، لا فلو عندي قصور في جانب معين لا اقدر اعوض ده بشكل جماعي وتقارب الخطوط كلها واللعب كومباكت هو اللي ممكن يعوض بعض القصور في هذه الناحيه. في نص الملعب برضه خلي بالك عمرو سيسي بيغيب للاصابه، عنده اصابه كانت كادمه في الركبه لسه برضه لم يتعافى منها. عمرو من اللعيبه على فكره رغم هجوم الناس كتير عليه في السوشيال ميديا انا شايف عنده نواه انه ممكن يبقى لعيب كويس، لكن مشكله الزمالك زي ما انت وضحت ان شخصيه والتيشيرت ليه ثقل ما بيخليش الناس تصبر كتير على اللعيب، السيسي هو لعيب بيمتلك مجهود عالي جدا محتاج بعض الوعي ان انا مش مجرد اجري كتير جدا، يعني احنا لو نفتكر
تصريح طارق حامد الشهيري ان اول لما جه نادي الزمالك فيريرا قعده وقال له انت بتجري كتير جدا وبتعمل فاولات كتير جدا ما بتستغلش مجهودك بشكل صحيح، وابتدى يعلمه ازاي يعني يقفل ممرات تمرير والتحرك يبقى ازاي وغط ورا الناس ازاي. فانا شايف السيسي نفس القصه، لعيب بيبذل مجهود كبير جدا لكن ما عندوش وعي بالكلام ده، فعايز بعض الوقت. شايف ان احنا يعني بيسو النهارده قد يكون مفاجاه اللقاء لو اخذ دقائق المشاركه، انا شايفه لعيب كويس وعنده قدرات جيده، ممكن ياخد بعض الوقت لو المباراه سمحت يعني. فاعتقد ان نادي الزمالك في الحته دي باذن الله الموسم الجديد احنا محتاجين تدعيم، لكن زي ما بيقولوا بقى انا خلاص دلوقتي مجبر في الوقت الحالي اشتغل بنفس الادوات، فمش عايز الجمهور برضك يعمل لود زياده لان هو ده المتاح. فدايما زي ما بيقولوا لما يكون عندي المتاح كده ما اكسرش اللي عندي، لا احاول اقويه، احاول اخلي المنظومه تبرز شكله كويس. يعني كان لو نفتكر حسام عبد المجيد اول ما صعد الفريق الاول كان في بعض علامات الاستفهام، اما المنظومه كلها كانت قريبه وكان في شغل كويس جدا في المنظومه بشكل جيد، ظهر حسام بشكل جيد. اما ابتدى يحصل اعتماد على بعض الافراد ان انت عشان تعلي الكواليتي بتاع الفرقه بس ان انت بتعتمد على زيزو بتعتمد على فلان بتعتمد على علان، حصل خلل لبعض الافراد اللي هم بيبقوا كويسين في شكل ومنظومه للفريق مش ان هم متميزين قوي بشكل فردي. طيب ناصر منسي والحظ العسر دايما مع كل تألق للاعب من لاعبي نادي الزمالك خصوصا في الخط الامامي تلاقي اتصاب. فاصابه بالعضله الضمه كانت قويه شويه على ناصر منسي، تقريبا مجهود بذله زياده، العضله الضمه هي ارخم اصابه عضليه للاعب كره القدم. واحنا كنا بنلعب العضله الضمه دي بطلت ناس حرفيا، في ناس بطلت كوره بسبب العضله الضمه. فشايف ناصر بعد تألقه مع نادي الزمالك بدأ يهدف وبدأ يبقى أساسي بشكل كبير جدا، بيجي له إصابة، شايف إزاي يعوضه أسوريو في الملعب؟ في سيف الدين الجزيري، في سامسون أكريولا اللي ما استغلش الفرصة في المباراة اللي فاتت، ويوسف أسامة نبيل. يعني خلينا نكون منطقيين، أنا بشكل شخصي كمان حزين جدا على غياب ناصر منسي، بشوفه إن لعيب واحد من افضل المهاجمين في مصر ان لم يكن افضل مهاجم مصري دلوقتي موجود على الساحه. دايما بنقول ان المهاجم مش بس وظيفته احراز الاهداف، لا ليه ادوار خططيه وتكتيكيه كبيره جدا. شايف ان ناصر بيؤدي الادوار دي بحرفيه عاليه، المساهمه في التدرج بالكوره والصعود بيها، المساهمه في تحركاته بتفريغ مساحات لزمايله، سرعه الاستلام والتسليم، غير ان هو عنده يعني حس عالي بالمرمى، يعني كتير شفنا اكتر من هدف ليه من غير ما يرفع عينه، عنده احساس بالمرمى. ودي حاجات اللي بتاع الكوره قوي يفهم الكلام ده، ان مش كتير من المهاجمين كده، يعني في مهاجم ممكن حتى يبقى اهداف بس ما عندوش الحساسيه بالدرجه العاليه دي. فانا شايف ان هو لعيب جيد جدا، الظروف ما خدمتوش وما خدمتش نادي الزمالك باصابته الان، لكن شايف ان الجزيره برضه جاي بعوده بعد ما قعد كتير على الدكه فجعان. صحيح. فاتمنى انه يستثمر حاله نادي الزمالك انه يقدر يشتغل بشكل اقوى ويقدر يعود بشكل اقوى، وان يعني هو الجزيره دايما انا بشوف ان هو لعيب كويس جدا مع التحولات والمساحات، لكن انا اتمنى ان يكون مشاركاته اكتر في بناء الهجمه والصعود بيها تبقى بشكل اقوى. شايف الفتره الاخيره في تطور ليه في التعامل مع ضربات الراس، يعني الجزيري من اللعيب اللي ممكن لما بيركز اكتر في التعامل مع ضربات الراس بيبقى سلاح مؤثر جدا، خصوصا بتواجد زيزو المحرك الاول للعرضيات في نادي الزمالك ومنتخب مصر، فاتمنى يتم استغلال ده بشكل اقوى. ودلوقتي شفنا كمان مصطفى شلبي، فعندك جبهتين يعني مليئه بتقدر تعمل لك كورسات وعرضيات بشكل جيد جدا. اعتقد ان الجزيري ليه مهمه جدا، نضاي اعتقد ان تكملته هتكون مهمه جدا. اعتقد ان انت محتاج في المباراه دي تعمل عمق هجومي دايما وتبتدي تاخد الكره الثانيه بشكل كبير فتفرض سيطرتك في اللقاء، فاتمنى ان ده يحصل النهارده في مباراه الزمالك ويعود الفريق بشخصيته اللي تبتدي مرحله ثانيه بقى، مرحله لا انا بقى بعد ما استعدت الثقه مرحله استعاده روح المنافسه تاني للبطولات، حتى لو بطوله الدوري بعدت عنها يبقى ازاي عشان اشارك في دوري ابطال افريقيا في كاس مصر، اقدر اوصل للبطوله، اقدر اوصل في البطوله العربيه لمراحل متقدمه. شايف ابراهيم انضاي ايه الاحسن ليه، اليمين ولا الشمال؟ ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ يعني الراجل اسوريو بيلعبه ناحيه اليمين. انا بفضل وجوده ناحيه اليمين لان يعني التفاهم بينه وبين زيزو ده بشوف مهم جدا، حته ان في اثنين لعيبه عندهم سرعات وبيقدروا يعملوا شيفتات فبيقدر يربك المنافس، ده بيشد الظهير فتفضل مساحه فيروح الثاني قاطع فيها، بيشتغلوا فيها الاثنين بسلاسه ولعلمك زيزو من ضمن اللعيبه اللي كتير مثلا مش اي حد بيعرف ينسجم معاه بسهوله، لان هو ليه طابع في حركات معينه، لازم اللعيب اللي معاه يكون ذكي
الباكي يستغل ده، لقيت زيزو دخل لجوه بروح انا فاتح لبره، لقيت زيزو فاتح لبره بروح انا ضامن لجوه، فلازم اللعيب اللي جنبه يكون عنده ذكاء والتعامل جيد مع المساحه. انا بشوف ان ضامن من اكتر اللعيبه بتقدر تتعامل مع الموضوع ده بشكل كويس جدا، واتمنى ان يكون ليه دور مؤثر واتوقع ده باذن الله. اتكلمنا على حاتم سكر، ايه رايك بقى في الهدف اللي احرزه حاتم سكر؟ احنا اتكلمنا ان هو كان بيشارك في قلب الدفاع ناحيه الشمال، ولكن احرز هدف ربما يكون من افضل اهداف الموسم الكروي سواء على مستوى الدوري او الكاس. انا عايز اقول لك الكره دي فيها تكنيك لعيب على اعلى مستوى. ليه؟ لان اولا وهو بياخد القرار، اولا انت في لازم لعيب محضر نفسه للقرار. انت لو تاخد بالك في اللعبه وهي بتتعاد قدامنا، لعيب الكره جايه له هو واخد القرار ان هيستلم هيروح حاطط على طول في الجون. لو برضك تلاحظ هتحس ان هو ما رفعش عينه كتير على المرمى، هو مهيئ نفسه وعارف نفسه هو المكان المناسب. لا اللعيب اللي عنده جرأه كابتن وبيحط وش رجله وانا مغمض انا كنت بحطها من اي حته في الملعب الجرأه واستلم. خلي بالك وهو في حته الباك ليفت دي روبرتو كارلوس، انت ممكن بسم الله ما شاء الله يحطها من اي حته. انا عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله، لو تاخد بالك انا عايز يعني الهدف لو هيتعاد تاني استلامته وطريقه فتح جسمه عشان اقدر اشوط ده مهم جدا، لان زي ما بيقولوا انت التسديد فيه وضعيه وتكنيك للجسم يجب ان انت تكون محضر ليه كويس. فاللعيب لو ما عملش التكنيك ده بشكل جيد هتبقى التسديده هتلاقيها في السماء، هتلاقيها تخبط المدافعين. لا هو وسع لنفسه عشان يخرج الراجل بره اللعب، استلم بلف الدوران وفتح لنفسه زاويه وراح مال فيها وش رجله بشكل ينبئ ان هو فعلا لعيب كبير، واديته الثقه لان كان هيحصل اهتزاز كبير ليه لان هو تسبب في الهدف الزمالك. فبعد ما احرز الهدف ده ابتدى يستعيد بعض الثقه وبعض الهدوء تاني في الملعب، وده مهم جدا عشان ما نخسرش لعيب ممكن يبقى من اللعيبه اللي بعد كده يرحل مثلا ويتالق في نادي تاني فنقول لخساره. كان السيناريوهات اللي شفناها بشكل كبير في نادي الزمالك، فيجب ان نكون عندنا بعض الصبر على اللاعبين اللي احنا شايفين ان هم هيكون ليهم مستقبل كبير مع نادي الزمالك، خصوصا مثلا كابتن محمد عبد الشافي المرحله العمريه اللي هو فيها محتاج ان يكون في احلال وتجديد وبعض اللعيبه تخش فيها زي بقى لنا سنين كتير قوي ما عندناش اللعيب اللي يحط الكوره وكله يوسع ويسيبه شوط الفاول بجرأه. نفسنا نشوف ده في الفتره اللي جايه. عايز اقول لك حوالي 12 15 سنه على فكره في كل فرق مصر. ما انا لسه كنت اقول لك مفيش حد بيحط من ايام حسني عبد ربه. ربنا يمسيه بالخير. كابتن حسني بقى كان بيحط من اي حته بعد نص الملعب بيشوط، قبليه بقى كابتن بشير التبعي، كان في كذا لعيب يحط الفاول ويشوط. اتمنى لو في لعيب في الفرقه عنده القدره ان هو يشوط الكوره بقوه وبتركيز، حتى لو مش كابتن الفرقه كابتن الفرقه يسيبها له، طالما لعيب عندي استفيد منه في حته كويسه ممكن يفيدني. اظن رسالتك واضحه يعني، واعتقد ان دايما بيبقى المهم تقسيم مناطق الملعب. يعني احنا عارفين ان في فاول معين مين اللي يعمله بيمينه ومين اللي بيعمله بشماله، فالحاجات دي لا بيبقى بتاعت الكوره. مفيش الكلام ده، ما انا عشان كده بس. فالحاجات دي في الكوره اللي لعب كوره عارف الكلام ده، وعارف ان ما ينفعش ان انا عشان مجرد ان بجيب لعب ضربات الثابته هلعبها في مكان مش بتاعي بالرجل اللي مش انا مميز فيها وفي الزاويه اللي مش هي المحطوط تتحط فيها. فتقسيم الكلام ده طبعا الجهاز الفني هيكون ليه دور فيه، وتحديد المربعات كل مربع مين اللي يلعب فيه الكوره بشكل شكل المباراه متوقعه ايه؟ مباراه صعبه، مباراه قر وفر وفرص من الفريقين، مباراه هيكون فيها تبادل لشكل السيطره، مش هتبقى يعني من المباريات اللي مش هيبقى فيها وان سايد جيم، لا المباراه هتروح وتيجي، ده هيمتلك السيطره بعض الوقت والنادي المنافس هيمتلك السيطره بعض الوقت، فمباراه دايما فيها اللي يستغل الفرص هو اللي يحسم المباراه، فلازم تكون بخيل في استغلال الفرص. ان شاء الله باذن الله النهارده نادي الزمالك يستغل الفرص ويكسب ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا احمد، شرفتني ونورتني. الشرف ليا ودايما بستمتع بوجودي معاك، دايما بعتقد انه بحس انه كانه استوديو تحليلي مش مجرد مخاطب بزياده. اشكرك جدا يا احمد، شرفنا ونورنا المحلل الرياضي المميز احمد سمير، شرفنا ونورنا في سام وقوس. انتهت حلقتنا من نهارك ابيض، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده بكره من نهارك ابيض. الى اللقاء.